نيجي بقى نشوف على التيومر ماركر. خلاص بقى، يعني الجزء اللي فات ده هو اللي كان رخم، انا مش الجزء اللي جاي ده سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. تمام، بيقول لك في حاجه اسمها تيومر ماركر، دي بقى بتبقى يعني ايه زي الحاجات اللي بيستخدموها عشان يقدروا يعلموا التيومر، او يعني ايه اللي هي بيبقى يسموها زي السيرولوجيكال تيست او كده. انت دايما لما بتيجي يعني يحصل لك كانسر، ربنا يعافينا يا رب، يعني بيكون لك انتي بوديز اجينست هذا الكانسر. تمام، فهو بيشتغل على ايه؟ على ان هو يجيب لك انتيجنز للكانسر ده ويزرعها فيك، يشوف هل الانتيجنز ديت هيحصل لها يعني الانتي بوديز هتمسك فيها ولا لا، هيحصل فيها اجلوتينيشن ولا لا. فاذا هي الفكره ان هو بيعتمد على ان جسمك هيكون لي انتي بوديز. فمعلش يعني لو انت ما عندكش مناعه او مناعتك ضعيفه بيبقى الموضوع صعب جدا. ليه؟ لان ما فيش انتي بوديز اصلا، فانا ازاي هقدر اشخص او ازاي اعمل دايجنوزس عن طريق التيومر ماركر دي اذا كانت هي اساسا بتعتمد على وجود الانتي بوديز. تمام، فاذا هي دي المشكله، خصوصا لو كان الكانسر ده بيبقى سببه ضعف مناعه، مثلا بي سيل لينفوما، هودكن ديزيز زي ما قلنا، كان بقى معاه بروريتس مثلا اللي هي الحكه او الهراش كده يعني. تمام، المهم فبيجي يقول لك بقى ايه التيوم ماركر دي، بيقول لك بايو كيميكال انديكيتور. الحاجات دي بتتحضر، يعني هم بيحضروها عندهم بطرق كيماويه معينه الله اعلم بيها. تمام، زي انكلود بقى، هي يعني عباره عن ايه؟ سيرفيس انتيجين، هو جاب لك مثلا الخلايا اللي هي مثلا السمول سيل كارسينوما مثلا اللي احنا قلناها دي، فبيقول لك السمول سيل كارسينوما ديت مثلا بيبقى معاها ايه؟ بيبقى الانتيجينز بتاعتها تبقى بياخدها كده يحطها عنده ويقدر يحضرها هو في المعامل بقى ويعمل منها كميه كبيره وكده يعني. تمام، سيتوبلازميك اور هرمون، سيتوبلازميك بروتين او هرمون. تمام، يعني هو بيجي بيقول لك ان انا ممكن احضر مثلا بروتينات بتبقى موجوده في الكانسر دوت، احضرها عندي بتفيدني في الدياجنوز بتاع الكانسر دوت او كده. تمام، والهرمونز برضه نفس الكلام زي ما قلت لك، يعني مثلا ممكن يبقى عندي مثلا اوفري كانسر او بريست كانسر مثلا، فلاقي الاستروجين عندي نسبته عاليه في الدم كده يعني. بيقول لك زي هيلب ان ايه بقى فائدتهم ايه؟ بروجنوزس، يعني انك تحدد اذا كان ده، تعرف انت بتتعامل مع مين، انت بتتعامل مع وحش كبير ضخم كده ولا بتتعامل مع حاجه سهله يعني مالجننت كانسر. اي نعم، بس يعني مش مالجننس بتاعه مش عالي قوي، لازال ويل ديفرنشيتد، فاهمني؟ سهل يعني نقدر نتعامل معاه. تمام، فهو ده البروجنوز، بيساعدني في البروجنوزس، الدياجنوزس او الديفرنشال دياجنوز ما بتميز لي بين كانسر والتاني، وهنعرف ما تقلقش. بيقول لك برده الريسبونس تو سيرب، يعني انا اعرف هل هي يعني تبدا اعراض الكانسر ده تختفي بعد قد ايه من كورس العلاج، فاهمني كده يعني. بس فبيقول لك بقى الماركرز عندي تقسم لحاجتين، يا اما تكون بروجنوستيك تيومر ماركر يا اما تكون ايه دايجنوستيك. تمام، فالبروجنوستيك دي زي ما قلت لك هي بتساعدني في البروجنوزس. لو تفتكر ان البريست كانسر كان بيبقى يعني هرمونال ديبندنت، بس يوجوالي نوت اولويز. تمام، فالبريست كانسر ده بيبقى يوجوالي يعني ديبندنت على الايه؟ على الاستروجين والبروجسترون، اي ار استروجين اخصر الاستروجين، او البي ار اللي هي البروجسترون. تمام، فهو بيقول لك يعني هو بيحضر ريسبتورز للهرمونات دي، فمع البريست كانسر نسبه الاستروجين والبروجسترون بتبقى عاليه في الجسم، فهو بيجيب الريسبتور ديت ويعرف في البروجنوزس. ما كل ما زادت كميه الهرمونات ده دليل على ان البريست كانسر هيبقى عالي، فاهمني؟ ده لو هو كان معتمد عليهم يعني. تمام، فهي دي الفكره، ان هو الاستروجين ريسبتور او البروجسترون ريسبتور دي بيحط لك مثلا 500 واحد مثلا، لقاهم كلهم مسكوا في انتي بودي، ده دليل على ان ايه؟ على ان الـ يعني البريست كانسر ده نسبته عاليه. تمام، لما دخل 500 دول مثلا تاني لقى مثلا 100 منهم حصل، دي يبقى البريست كانسر اقل، فاهمني؟ وهكذا، هي دي الفكره يعني. بروليفريتيف جروث ماركر. تمام، هو بيقول لك دلوقتي ان في بعض الماركرز هي اسماء اسمها غبيه شويه يعني، انت طبعا هو اكيد يعني مش هيجي يقول لك سمع الاسم، انت بس لما تشوفها تكون عارفها. تمام، يقول لك يعني البي سي ان اي هير 2 سلاش نيو اي كلام يعني، كي اي 67، دي كلها يعني ايه؟ اسماء للايه؟ للبروليفريتيف جروس ماركر. كل الريسبتورز ديت عموما او الماركرز ديت اللي انا قلت لك الاساميها ديت، يعني كل الماركر ديت هدفها انها بتقيس البروليفريتيف جروس، بتقيس ما مدى نمو المالجنت سيل اللي عندي، فاهمني؟ فبيقول لك ايه؟ يقول لك مثلا از ان بريست كانسر ان بروستاتيك كانسر، عموما يعني اي كانسر عموما يعني، هو دي ليها استخدامات كتير، بس هو بيقول لك اهم حاجه انك تكون عارف انها بتقيس لك الجروث بتاع المالجننت سيل، اي واحده من دول بي سي ان اي هير 2 نيو كي اي 67، دي كلها بيسموها بروليفريتيف جروث ماركر. تمام، فلو هو جاب لك اي واحد من دول مثلا وقال لك هل ده بروليفريتيف جروث ماركر او ده بيقيس البروليفريشن بتاعي يعني، هتقول له مثلا على اي واحد من دول هيقول لك سؤال اختياري او كده يعني. تمام، فدي البروجنوستيك تيومر ماركر. نخش بعد دايجنوستيك، ودي بقى سهله جدا بقى، لان في منها كتير قوي، منها كتير قوي قوي الاسم بيدل على المكان بتاعها. يعني ايه؟
سيبك مثلا من سي اي ده هنفهمه بعدين، لما يجي يقول لك بي اس اي، بي اس اي ده اختصار لبروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، الكلام ده مكتوب في الكتاب يعني، هو مكتوب الاختصارات دي مش انا اللي جايبها من عندي يعني، تمام؟ فهي البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، لما بيقول لك بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين يعني انتيجينات لسرطان البروستاتا، يبقى اكيد دي هتفيدني في الدياجنوز بتاع مين؟ سرطان البروستاتا، سهله قوي يعني. بيجي يقول لك ابيثيليال ممبرين انتيجين، ده السيتوكراتين، يعني السيتوكراتين ده برده تبع المجموعه اللي هي اسمها ابيثيليال ممبرين انتيجين، ما هو يعني سايتو يعني خليه وكيراتين يعني الخلايا اللي هي بتصنع لك الكيراتين، فهتفتكر يعني الخلايا اللي على الجلد اللي هي بتصنع لك الكيراتين ديت يعني هتكون مثلا ابيثيليال ولا ميزنكايمال يعني، ولا يعني كونكتيف تيشو؟ طبعا كونكتيف تيشو لا، اكيد تبع الايه؟ الابيثيليال. فبيجي يقول لك ابيثيليال ممبرين انتيجين بيكشف لي عن الابيثيليال تيومر، تمام؟ سهل يعني منطقي يعني. في نعم اي نعم برضه تبقى في حاجات مش ريليتد للمكان بتاعها، فنيجي بس نكمل حاجات اللي هي فهمها سهل. بيقول لك هرمونز اس كالسيتونين، يعني هو الكالسيتونين ده لو نسمع عنه مثلا في الثانويه يعني، الكالسيتونين ده كان بيطلع لي منين؟ كان بيطلع لي من الثايرويد جلاند، تمام؟ فالكالسيتونين لما بيطلع لي من الثايرويد جلاند خلاص يبقى هو بيشرف لي عن الثايرويد كارسينوم، سهل يعني استخدم الكالسيتونين عشان اعرف ايه الثايرويد كارسينوم. تي سيل ماركر اند بي سيل ماركر، يبقى اكيد الكانسر اللي بيحصل لي في الخليه دي او دي، البي سيل او تي سيل. طيب يجي بقى بيقول لك حاجه اسمها بقى الفا فيتو بروتين، اي اف بيخسر الفا فيتو بروتين. المفروض ان ده يعني احنا هو كان مكتوب في الهوست عموما، يعني الالفا فيتو بروتين ده كان مكتوب في الهوست ان هو بيبقى يكشف لي عن الليفر كانسر، تمام؟ هو بيقول لك يعني ان الخلايا اللي هي الليفر يعني لما بيحصل فيه كانسر التيومر سيلز دي بيبقى عليها انتيجين اسمه الفا فيتو بروتين او الفا فيتو بروتين انتيجين، تمام؟ فهو الالفا فيتو بروتين دوت يعني بيبقى موجود على التيومر سيل بتاع الليفر، فهو بيكشف لي عن الايه؟ عن الكانسر بيحصل لي في الليفر بس يا سيدي، يعني ده كلامه يعني الفا فيتو بروتين ليفر كانسر وخلصنا. بيجي يقول لك بقى يعني سي اي اي، تمام؟ سي اي اي ده اختصار لكارسينو امبريونيك تيومر، يعني ايه بقى؟ يعني هو انت ممكن تقول كارسينو ماشي كانسر يعني، امبريونيك يعني بيكشف عن الكانسر اللي في الامبريو، لا مش كل حاجه دايما بالمعنى، هو بيقول لك كارسينو امبريونيك لان هم بيستخلصوها من الامبريو، يعني قدروا يعرفوها او يقدروا يصنعوها من الايه؟ الامبريو. تقول لي ازاي؟ ما اعرفش، تمام؟ انا مش تابع الكلام ده، بس هي الفكره ما تفهمش او ما ترجمش الكلمه على ان هي امبريونيك تيومر. فلما يقول لك كارسينو امبريونيك تيومر بتكشف لي عن ايه؟ هقول لك انها بتكشف لي عن ثلاث حاجات، ماشي؟ كولون، ماشي، وبنكرياس ولانج، تمام؟ بيقول لك كارسينوما اوف كولون وبنكرياس ولانج، تمام؟ يعني سي اي اي كولون بنكرياس لانج، تمام؟ دي الثلاث اماكن بيكشف عنها الكارسينو امبريونيك تيومر، تمام؟ فالكارسينو امبريونيك تيومر ده هو يعني كارسينو امبريونيك انتوجين، اسف، ده انتوجين بيستخلصوه من ايه؟ من الامبريو او كده، فده بيساعدني في ايه؟ في ان انا اعمل دايجنوزس للبريست، تمام؟ للبنكرياس، اسف، البنكرياس واللانج والايه؟ هو الكولون كانسر، بنكرياس ولانج وكولون، تمام؟ سي بي ال. طيب معلش بقى نيجي دلوقتي نخلص بقى، خلاص احنا في الاخر خلاص، هو دي اخر حاجه هنقولها. بيجي يقول لك نيورون سبيسيفيك انوليز، تمام؟ هو يعني في حاجه اسمها نيورون انتوجين، تمام؟ في نيورون انتوجين، نيورون انتوجين ديت او نيورال انتوجين دي بتساعدني بان انا اعرف النيورال تيومر اللي لسه هتكلم عليه، انها في حاجه اسمها نيورون سبيسيفيك انوليز، هي بيشتغل يعني على ان هو بيكشف لي عن حاجه اسمها النيورو اندوكراينال تيومر، فانا اعلمه بحاجه اللي هو نيورون سبيسيفيك انوليز، تمام؟ لو شلت كلمه الاي الاس ديت هتقلب لي الان واي، فالان واي دي تترجمها لايه؟ نيورو اندوكراينال تيومر، تمام؟ يقول لك مثال عليه الكروموجرانين، تمام؟ يعني الكروموجرانين يعني الكلام ده يعني لسه ما درسناهوش يعني، بس هي الكروموجرانين دي ماده تبع الايه؟ تبع النيورو اندوكراينال سيستم، تمام؟ يعني هي بتساعد في النيورو اندوكراينال سيستم او اللي هو الجهاز العصبي الهرموني، تمام؟ فيعني الاعصاب ليها علاقه بالهرمونات يعني، تمام؟ فهو بيجي بيقول لك يعني ان هو ده بيكشف لي عن الامراض اللي هي نيورو اندوكراينال تيومر، تمام؟ فالمهم يعني هو الفكره انك ازاي بس تسكمها يعني نيورون سبيسيفيك انوليرز، لو شلت حرف الاي هتقلب لي الايه؟ الان والاي، نيورو اندوكراينال تيومر، تمام؟ بس فضلنا بقى يعني طبعا اعتقد ان كسر حبي خلاص ما فيهاش حاجه، نخش بقى على اللي بعدين. بيقول لك فاكتور بي اي 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 او اللي هو فاكتور 8، تمام؟ انا معلم لك يعني هو انت ايه فاكتور بي اي اي، تاخد بالك من كلمه في دي بس عشان تساعدك انك تفتكر انها بتكشف لي عن ايه. فالفي دي خصال ايه؟ الفاسكولار تيومر، عشان يعني ايه تعرف تحفظها يعني، الفي اي اي تشوف كلمه في دي يبقى فاسكولار، تمام؟ فاسكولار تيومر.
ديزمين وفايمنتين دي كانت بروتينات بتصنع في الكونكتيف تيشو. لو نفتكر في الهيستولوجي فهي البروتينات دي بتساعدني على ان انا اعرف اكشف عن الكونكتيف تيشو تيومر. فلما يجي يقول لك مثلا ماسل تيومر، يعني لما يجي يقول لك ماسل تيومر تفتكر يعني دي كونكتيف تيشو تيومر ولا ابيثيليال تيومر؟ الماسل تبع الكونكتيف تيشو، تمام. فلما يجي يقول لك يعني الميزنكايمال تيومر، الميزنكايمال يعني كونكتيف تيشو، تمام. فلما يجي يقول لك ديزمين او فايمنتين قال لك مثلا ميزنكايمال، قال لك ماسل تيومر، طالما انت عارف ان دي تبع الكونكتيف تيشو يبقى اللي بيكشف عنها هو الديزمين او الفايمنتين. فالديزمين والفايمنتين بتوع الكونكتيف تيشو تيومر، سواء قال لك بقى ميزنكايمال ماسل اي حاجه فيها كونكتيف تيشو يبقى تقول له ديزمين وفايمنتين. اخر حاجه خالص هي النيورال انتيجين. انا قلت لك النيورال انتيجين دي وبيقول لك اس اس، ده مثال يعني اس 100 بروتين، تمام. المهم يعني ده نيورال ايه انتيجين، بيكشف لي عن التيومرز بتحصل لي في الاعصاب. لكن هو بيكشف لي برضو عن حاجه يعني مميزه شويه اللي هي الميلانوما، يعني هو بيستخدموه برضو في الميلانوما، فده استثناء كده ماشي. نيورال نيورون نيو اللي هي المشاكل اللي هتحصل في النيورون او الكانسر اللي بيحصل لي في الاعصاب بيقول لك كمان ايه بيكشف عن الميلانوما، تمام. فنرجع لهم تاني كده، كارسينو امبريونو تيومر بتاع تلات اماكن، تمام، بنكرياس ولانج وكولون، بي سي ال، تمام، بي سي ال بنكرياس ولانج وكولون، او بنكرياس كولون لانج يعني على نفس الترتيب. كلمه بي بتقيله، سي ال بنكرياس والسي كولون والال لانج، تمام. بي سي ال كارسينو امبريونيك تيومر او سي اي اي. نيجي نخش بروستات سبيسيفيك انتيجين، يبقى بروستاتا سهل، اي ام اي اللي هو ابيثيليال ميمبرين انتيجين يبقى ابيثيليال تيومر، الفا فيتو بروتين، الفا فيتو بروتين يبقى عشان ايه الليفر كانسر، ده مميز قوي. نيورون سبيسيفيك انوليز يبقى تشيل الاس دي كده تبقى نيورو اندوكراينال، نيورو اندوكراينال تيوم، تمام. والامثله دي برده كروموجرانين يبقى اعرفها برده، تمام. هرمون زي الكالسيتونين يبقى كده عشان الكالسيتونين ده عشان الثايرويد تيوم، التي سيل والماركر والبي سيل ماركر عادي يعني. فاكتور 8 او في اي اي اي، المهم يعني الفي ديت ترجم عنها فاسكولار تيومر عشان تفكرك يعني. ديزمين فايمنتين كونكتد تيشو تيومر. اخر حاجه خالص ان هي النيورال انتيجين، بيكشف لي عن النيورال تيومرز او الميلانوما. الميلانوما دي زودها كده زياده يعني، ومهمه حتى مهمه جدا يعني. بس فكده ان شاء الله نكون خلصنا ايه الجزء بتاعنا. بيقول لك في حاجه اسمها بقى دياجنوز اوف نيوبليجيا، عامه يعني الحته دي سهله يعني. بيقول لك يعني ازاي اعمل دياجنوز، فيقول لك مثلا اخد هيستوري كلينيكال اكزامينيشن، اشوف البلاد مش البلاد بريشر، الريت اوف جروث بتاع المالجنان سيل، اخد نيدل اسبيريشن اوف تيومر، يعني عمال يقول لك كلام يعني عام كده اللي هو يعني مش محدد في كلام، فاهمني، مش كلام مرتب او كده يعني. فيعني بقراها يعني، مش هي حتى ما اعتقدش ان هيجي على اسئله عموما يعني، تمام. بس وشكرا.